في البداية شكرا لك سيدتي ولقناة اليوم ومتابعيها ومكتب بغداد. سيدتي الكريمة، يجب أن تكون الزيارة ذات فعالية، لا نترك النهايات سائبة. نحن نعاني من قصف تركي شديد الآن إلى منطقة العمادية وحاج عمران، وذلك بسبب التفجيرات الأخيرة التي حدثت في تركيا، والتي كانت هي اصلا مبيتة او كانت هي مدبرة من قبل الحكومة التركية ومن قبل السيد أردوغان. لماذا؟ لان يحاول هذا الرجل ان ينقل للعالم صورة بانه الارهاب موجود في العراق، وان حزب العمال الكردستاني ارهابي، وانه يجب ان هنالك ان تكون معاقبة لهذا الحزب، فبالتالي اخذ الان يقصف. لكن زيارة السيد وزير الدفاع العراقي العباسي إلى تركيا يجب أن تكون زيارة فعلية، ويجب أن نضع حد لهذه التجاوزات التركية. نعم، تجاوزت تركيا كثيرا. نحن يا سيدتي بالعراق نعاني من المعارضة الكردية إلى تركيا والمعارضة الكردية الإيرانية إلى إيران. تم التفاهم مع الجانب الإيراني ونزع السلاح المعارضة الإيرانية، ولكن لحد الآن لم نجد أي حل مع الحكومة التركية. هنالك تجاوزات وقصف مستمر، لم تكن هنالك للعراق أي إجراءات للردع. نعم، نذهب إلى مجلس الأمن نقدم مذكرة احتجاج، هذه كلها لا تنفع. يا سيدتي الكريمة، هنالك إشكالات كبيرة بين المركز والإقليم حول هذه المسألة، إضافة إلى هنالك مسألة مهمة داخل الإقليم. داخل الإقليم يوجد حزبان، حزب طالباني وحزب مسعود البرزاني. حزب مسعود البرزاني رافض للتواجد المعارضة الإيرانية ويؤيد المعارضة التركية. حزب طالباني يرفض المعارضة التركية ويؤيد المعارضة الإيرانية. نحن هنا أمام إشكال. لم يكن الإقليم لم يكن الإقليم موحد بالقرار، لا تستطيع الحكومة المركزية أن تعمل شيء. يجب أن يكون هنالك تفاهم، يجب أن يكون رفض لأي تجاوز على الدول المجاورة لكي لا يكون هنالك رد على المواطنين. الآن آلاف ومئات الضحايا والشهداء من الإقليم، وأغلبهم من الكرد، من يعوضهم؟ من المسؤول عنهم؟ هل حكومة الإقليم أو الحكومة المركزية أو الحكومة التركية؟ تركيا ولن تبقى مكتوفة الأيدي اتجاه العراق، تدخل إلى مساحات واسعة من العراق، تقوم بقصف بطائرات مسيرة. فإذا يجب أن تكون هذه الزيارة فعلية لغرض إيقاف تركيا. أما أن لم تقف تركيا، فعلى الحكومة العراقية أن تجد حلول جديدة. لا يمكن نحن الآن أن نبقى في حالة صمت ومئات الضحايا والأبرياء. هم يقولون من حزب العمال، نعم، من الناحية الإنسانية نرفض إحنا التجاوز هذا، ولكن أغلبهم من الأكراد والأكراد عراقيين ومن الإقليم. إذا ماذا يفعل الإقليم ولديه قوة كبيرة؟ لماذا لا يتفاهم مع الحكومة المركزية لإيجاد حلول لهذه المسألة؟ المسألة سيدتي الكريمة أصبحت مثل المسلسلات التركية، لا تنتهي بمسلسلة أو اثنين أو ثلاثة، وأنها تمتد إلى 100 أو 200 حلقة. إذن نحن الآن أمام خروقات تركيا الجديدة، وأنا قلتها في لقاء سابق سيد عبد الله قبل أسبوع. نعم، يعني ذكرت في بداية حديثك جملة جميلة. نعم، أنه يجب أن لا تترك النهايات يعني سائبة. لماذا هناك صمت عراقي من الجانب العراقي؟ لماذا يعني لا يوجد تحرك لوضع يعني حد لهذه النهاية وحد لهذه الضربات التركية الجوية؟ يعني اليوم هي تنتهك سيادة العراق. انتهكت سيدتي من زمان، انتهكت السيادة العراقية من قبل تركيا ومن قبل إيران ومن قبل الكويت. نحن نعاني كمواطنين وكمحللين سياسيين، لماذا هذا الصمت؟ كما جنابك سألتي، لماذا الصمت؟ متى ما وحد القرار العراقي
يكون القرار موحد بين الإقليم وبين الحكومة المركزية وبين البرلمان، من الممكن أن يكون هناك إجراء ردع، ولكن للأسف نحن كل جهة تغني على ليلها. الكرد في جهة، السنة في جهة، الشيعة في جهة، وبالتالي هنالك تجاوزات. هذه التجاوزات ليس لجهة معينة، التجاوزات لأرض العراق، أرض الحضارة، أرض الشموخ. لماذا نحن نسأل أيضا كعراقيين، نسأل الحكومة، رئيس الوزراء، القائد عام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وكل المسميات، لماذا هذا الصمت؟ لماذا نحن نبقى في منحنيين الرأس إلى تركيا؟ تركيا من؟ أردوغان من؟ صدقيني الحادث الذي حدث قبل دخول أردوغان إلى قبة البرلمان أو الاجتماع كان مدبرا من قبل أردوغان لغرض التمادي والتجاوز على العراق. نعم، هنا يجب على السيد العباسي وعلى السيد رئيس الوزراء أن تكون القرارات قرارات جريئة وقرارات قادة. لا نبقى نحن نوقع على الورق وبحبر أخضر أو أحمر، وبالتالي تقصف المناطق ويقتل أبناؤنا، وكله مجاملات. يكفي عهد المجاملات، علينا أن نكون بمستوى المسؤولية. وأنا قلتها في لقاء سابق وأكررها، لم يكن هناك قائد بمستوى المسؤولية ليترك القيادة. يوجد رجال من يقودون، يوجد رجال من يريدون أن يدافعون عن العراق. إلى متى هذا الصمت؟ تركيا تتجاوز، إيران تتجاوز، الكويت تتجاوز. نعم. هل أصبح العراق بهذا الضعف؟ أي دولة تتجاوز عليه؟ العراق رأسه مرفوع باقي دائما. أنا ليس من باب الوطني أو، لكن من باب الضحايا الذين يسقطون نتيجة القصف التركي والتجاوزات التركية وأي دولة. نعم سيدتي. طب سيد عبد الله، يعني بعد تفجير أنقرة الأخير، طبعا يعيش السوريون كما حال العراقيون، يعني حالة من القلق من أن لا تتوقف رغبة أنقرة في الانتقام عند العراق فقط، وأن تمتد يعني حتى شمال شرق سوريا بالكامل، وهو طبعا ما يعني نشاهده الآن فعليا، أنه يتم استهداف بنى تحتية في مناطق شمال وشرق سوريا. برأيك يعني أين يتجه المشهد، وما هي الرسائل التركية؟ سيدتي الكريمة شكرا لك. هذا أردوغان لديه فوبيا اسمها العرب، فلهذا هو يتجاوز على سوريا. سوريا دولة شقيقة، نحن أيضا نرفض التجاوز على الحدود التركية وعلى البنى التحتية السورية، ونرفض التجاوز على كما نرفض التجاوز على البنى التحتية العراقية. نعم، هنا يجب أن يكون موقف، أن لم يكن عراقيا يجب أن يكون موقف عربيا بين سوريا والعراق لردع هذه التجاوزات. أما الصمت فهذا سيؤدي إلى أن أردوغان، هذا الرجل، أنا أقول، أنا قلت وأقولها وفي عدة لقاء، هذا الرجل، هذا يعني رجل أصبح يعني أكثر دموية من هتلر، أكثر دموية من بعض القادة الذين عرفنا، تشنغيز خان وغيرهم. الرجل يحاول يعني يعيش على دماء العرب وخصوصا العراقيين والسوريين. فبالتالي أنت يا سيدتي تلاحظين هنالك يوجد هجمة داخلية في تركيا على العرب من السوريين والعراقيين. إذا لماذا نحن لا نحفظ كرامة هذين الشعبين بالردع؟ لماذا نحن نبقى؟ نعم، من الممكن العراق متمكن ماديا واقتصاديا أقوى أكثر من الشقيقة السورية، لماذا هذا الصمت؟ لماذا لا نرد؟ من تركيا؟ من تركيا؟ نعم، جيش قوي عند تركيا، لدينا جيش، لديهم أسلحة متطورة، لدينا أسلحة أمريكية متطورة، لديهم هم قوة جوية، لدينا نحن التحالف الدولي. احنا لماذا لدينا اتفاقيات مع فرنسا استراتيجية ومع أمريكا استراتيجية أمنية وحماية الحدود والعراق، ونحن لحد الآن في صمت؟ يقصف أردوغان ونحن نحتج، يقصف أردوغان ونحن نذهب لزيارته ونستقبل وفوده. قبل شهرين أو ثلاثة لم تعلن هناك وسائل الإعلام سيزور أردوغان العراق؟ نعم. لماذا أردوغان لم يزور العراق؟ أراد أن يتنازل العراق عن المحكمة التي حكمت بأن تركيا تدفع للعراق. فلو تنازل العراق عن هذا المبلغ الكبير، فمن الممكن أردوغان أن يلين بعض الشيء، ولكن ليس من حق الحكومة أن تتنازل، لأن هذه أملاك 40 مليون. نعم تركيا تجاوز، والمحكمة قالت بأن على تركيا أن تعوض العراق، إذن يعوض العراق. إذن أردوغان من هذه الناحية ومن ناحية أخرى يقصف ويستمر بالقصف، وصدقني لن يكون هذا القصف الأخير، ستستمر المسلمين
المسلسلات التركية إلى أن تصل إلى 200 أو 300 حلقة ونحن لا نعرف متى النهاية. نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات سيد عبد الله. كان معنا من استوديو قناة اليوم في بغداد المحلل السياسي عبد الله شلش، أشكرك على طيب هذه المداخلة.